ازيكم جميعا، انا مروه سامي، مهتمه بالرسم وتعليمه سواء عادي او رقمي. وللاسف في ناس كتير لسه مش عارفه اهميه الرسم الرقمي ومميزاته ومجالات العمل فيه. لو مهتم تعرف اكتر عن الديجيتال ارت وازاي تبدا وايه افضل الاجهزه والبرامج، اتفرج على الفيديو للاخر. اول حاجه، يعني ايه رسم رقمي وايه البرامج والاجهزه اللي ممكن اشتغل عليها؟ الرسم الرقمي هو الرسم على جهاز او على برنامج مخصص للرسم، والدنيا بقت أسهل كتير من الأول، وبقى في عندك اختيارات كتير حسب شغلك وكمان الميزانية بتاعتك. بالنسبة للأجهزة، لو عندك لابتوب كويس تقدر تنزل عليه برامج رسم كتير زي فوتوشوب، إليستريتور، كريتا، كليب ستوديو بينت، وأوتو ديسك سكتش بوك. بس عشان تقدر ترسم كويس على اللابتوب بتاعك هتحتاج جهاز اسمه جرافيك تابلت، توصله بالكمبيوتر بتاعك وترسم عليه مباشرة. الجهاز ده بيجي معاه قلم عشان يسهل عليك الرسم، وفي منه أنواع كتير جدا في السوق المصري، أشهرهم الواكوم والإكسبان. الاتنين في منهم بشاشة وفي منهم من غير شاشة وبأحجام مختلفة، وأكيد هتلاقي حاجة مناسبة للميزانية بتاعتك ومناسبة لشغلك. طيب لو أنت ما عندكش لابتوب، إيه الاختيارات التانية؟ أي تابلت أندرويد زي سامسونج مثلا بيجي معاه القلم بتاعه، تقدر تنزل عليه برامج رسم زي كريتا وزي أوتو ديسك سكتش بوك وزي كليب ستوديو بينت، بتنزلهم عادي من على البلاي ستور. فيه طبعا حاجات بفلوس وحاجات فور فري زي أوتو ديسك سكتش بوك فور فري وكريتا فور فري. وأنا أول ما بدأت أرسم ديجيتال أرت كان على سامسونج تابلت وعلى برنامج أوتو ديسك سكتش بوك لسهولته وبسطته. ولما حبيت أطور من شغلي وأشتغل على برنامج بروكرييت، اكتشفت أن البرنامج ده بينزل فقط على أجهزة الآي أو إس زي الآيباد والآيفون، بينزل على أي جهاز آيباد مش مهم نوعه، سواء آيباد عادي أو آيباد إير أو آيباد برو، لكن مش بينزل على أجهزة الأندرويد أو اللابتوب. ده بالنسبة للأجهزة. أما البرامج فكل واحد برضو بيختار اللي يناسبه، في برامج بفلوس وفي برامج ببلاش. المهم أيا كان البرنامج مش دي مشكلة، المهم أنك تقدر تشتغل عليه وتتقنه وتطلع عليه شغل كويس. البرامج اللي من غير فلوس هي كريتا وأوتو ديسك، بس الأوتو ديسك النسخة بس إلا على التابلت، لكن النسخة اللي بتنزل على اللابتوب أو على الكمبيوتر بيبقى ليها سعر بس بسيط جدا. وأنا بعد ما جربت كذا برنامج فضلت أشتغل على برنامج بروكرييت لأنه مناسب أكتر للشغل بتاعي، وبقدر أعدل في الفرش بتاعته بسهولة. والشغل اللي في الفيديو ده معمول على برنامج بروكرييت، واستخدمت فيه فرشة واحدة بس وهي فرشة البات أكليريك. لو مهتمين تعرفوا أكتر عن مجالات الشغل بتاعت الرسم الرقمي، استنوا الفيديو اللي جاي. قولولي في الكومنتات لو عندكم أي أسئلة، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب.